الإنسان اللي عنده إنسانية إذا فعل اليوم شيء طيب وشافه في جماعة من جماعته أو رابط معاه أن هذا مثمر وبين عليهم وعلى هاي الناس هذا يستربل خاطر يطلب منه محتاج يعطي يطلب منه المديون يساعده ما حد يخجل يطلب لكنه يعرف هاي ذاك الناس وكيف قايله معيشته فيسيل له يسد حاجته الإنسان اللي عنده إنسانية ينسربه تعم عليه الفرحة والسرور عمله وصرفه وقدرته في شيء صوره